عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، سنريكم هذه النبتة البحرية التي تغرس في حوض سمك، وسنغرسها في هذه الصخرة ونضعها في الحوض. يلا بنا لنذهب إلى الحوض. ها هو الحوض الخاص بنا، وها هم الأسماك، هم ثلاثة أسماك، وها هي النبتة. قد أدخلنا هذا النبتة هنا، والآن سنضعها في الحوض هكذا، وسنضع هذه هنا. انظروا كيف هي. انظروا كيف هي، والآن سيستمتع بها السمك، ونراكم في حلقة قادمة، ونرجو أن تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.